برنسس تشارلين ويتستوك برنسس اوف مونيكو بفستان من دار المفضل اكريس بلون ابيض او بيج. شو رايكم بالفستان؟ انا شكلها عندنا بوكسينج يعني ما بعرف يمكن شافت يعني شكلها راح جروسري شوبينج يعني مش فور ذا اوسكارز ابدا صح. بعدين عندكم دائما احساس انه مالي او ما بعرف يعني تعيسه على السجاد الحركه او غصبا عنها رايحه على كانه ما بدها تكون نيل. الفستان من فوق طالع يعني كانه مو فستان ما اعرف كانه توب يعني راح يعني يكون بسيط بس انه في اشياء ثانيه ممكن تضيف عليه. يعني هي شعرها وفستانها نفس اللون دائما الشعر لما ما في كونتراست ما في exactly. لو شعر اسود والفستان ابيض معقوله بس شعر والفستان والشنطه والجلد يعني شوف لون الجلد الفستان الابيض حلو انه وحده تروح تسوي تان واذا ما تسوي تان نحن ممكن نسوي لها تان باساليبنا ومستحضراتنا ممكن ولكن اللون كله لون واحد باهت كله ممكن البرنس غطى عليها اكثر اسود حبه لا هي ماشيه بالتايتل هي ماشيه بالتايتل من غير اللوك طيب معناتها كلنا بنتفق انه اطلاله غير موفقه بس هلا رح نشوف طلت كمان مرشحه لجائزه افضل ممثله كانت فيولا ديفيس بفستان زمردي من فيرا وانغ. معروف عن فيولا حبة للالوان الفاقعه على السجاد الحمراء ذكيه اختارت لون كمان قوي كثير بهالطله. شو رايكم فيه؟ اللون كثير حلو موفق كثير كان يا ريت ينرفع شوي من عند الصدر لانه حسيته رح يقشط عنا بس غير هيك القصه كثير حلوه والديزاين بحد ذاته مش تعيس ابدا. حلو الدرس بس مع الوانها طالعه شوي طاووس شوي يعني مع لون الشعر طالعه طاووس حرام شي لوكس نايس لا هي طالعه حلو الفستان طالعه حلو الفستان اتس نوت باد بس مع لون بشرتها والميك اب ولون الشعر شو رايكم ب هي طالعه يعني بشعرها الطبيعي مش بالبروك اللي كنا متعودين عليها فيها فشو رايكم انه هذا جرأة منه ولا لا بتفضلوا لو كانت ضلت لابسه البروك لا لانه اختيارها للون الصارخ هذا خلاها تقلل من مكان ثاني واعتقد انه هذا ذكاء ايضا الشيء الاخر هذه لو حللتي شخصيتها دليل على انه ثقتها في نفسها ثقتها العاليه في نفسها انه هي ركزت على شيء وتركت شيء اخر مش مهم بالنسبه لها يحكي بنفسه. طب دكتوره هون بدي اسالك قال احمد عن الستريتش ماركس على ايدين فيولا بالنسبه ل يعني هي سيلبرتي وبالعاده دائما بنشوف سيلبرتيز بابهى واجمل صوره كيف ممكن كانت تحل ازمه الستريتش ماركس هل هيدا الشيء تجي لعنده تجي عندي يا ريت بكره اشوف الطريقه لا هو طبعا هم اكثر ناس يخضعون لعمليات التجميل ولا مستحضرات التجميل والتقنيات الجراحيه والغير جراحيه هم الفنانين وفي الصراحه انهم يعني يبتدون بعد الاوسكار يعني مش الاوسكار خلص الحين بيبتدون للسنه القادمه في التحضيرات هذه في ناس ما تهتم يعني يمكن تهتم لأمور أكبر من هذه ولكن أنا شخصيا رأيي هي ممكن تعالج هذا الشيء وعلاجها مش صعب أبدا خاصة للفنانين ولكن أنا رأيي أنه الفنان الذكي أو الشخص الذكي بصورة عامة والنجم إذا فيه عيب معين يجب أن يغطي العيب هذا حتى ما يكتب ضده لأنهم مراقبين يعني عارفة مراقبين في كل مكان فأنا ما أمسك على الشيء السيء بيظهر دائما بيظهر بيغطي على الشيء فأنا مش غلط إني أغطي على المشكلة اللي موجودة البارزة خاصة لما يكون أحد المشاهير وفستانها ملفت للأنظار ولونها ملفت للأنظار يعني بري شوكلت بس هي يمكن مثل ما قلنا ثقتها بنفسها ايه بالضبط هي اللي صح